المنتج التاسع يعتبر أهم منتج، يعني شريته من 9 منتجات، هو عبارة عن كارت الهاباج لتسجيل مقاطع الفيديو الHD. طبعا الشركة اسمها هاباج وتنطق بالصورة هذه يعني، وسعره 135 دولار، وخذ 3.5 نجمات في أمازون. طبعا الكارت هذا كارت داخلي، يعني داخل الكيس الكمبيوتر، ويتميز مزايا كثيرة صراحة عن الكروت الثانية. يعني سويت مقارنات كثيرة قبل ما أشريه بين الكروت الداخلية والخارجية، يعتبر هذا أفضل شيء وأسرع شيء وأدق شيء. بالنسبة للدقة يصور 720p و1080i. طبعا الآي اللي هي انترليست، والبي بروجريسيف. طبعا البروجريسيف أفضل من انترليست، لكن كل اللي شروه في أمازون يقولون إذا رفعت 1080i إلى على اليوتيوب يحولها إلى 1080p، وهذا شيء ممتاز صراحة. لكن حتى 720p تعتبر دقة يعني ممتازة جدا، وكل اللي شروه حاطين في الريفيوز تحت أنه أفضل يعني كرت لتسجيل HD سواء خارجي أو داخلي. طبعا قارنتها أنا بأنواع كثيرة. الميزة اللي تميزه عن الأنواع الثانية أنه يدعمه للبتريت العالي، يدعم إلى 20 ميجا بت بير سكند. اسم الموديل هذا اللي هو كلوسز HD فيديو ريكوردر 14-14، لأن فيه موديل اسمه 12-12 موديل خارجي. طبعا قارنت الكرت هذا من ناحية المواصفات، من ناحية دقة التسجيل، من ناحية الثبات، من ناحية البرنامج اللي يجي معه. قارنته بكروت كثيرة داخلية أو خارجية، وجدت هو الأفضل. قارنته بالكرت الخارجي بنفس الشركة، قارنته بالبلاك ماجيك، قارنته بالسيلفر ستون، قارنته بأشياء بأنواع كثيرة، يعتبر هو الأفضل من بينها كلها. خلونا الحين نشوف الصندوق جوا. طبعا جهاز مغلف، وهذا افضل شيء يعني عشان تضمن ما حتفتح الجهاز او استبدل قطع فيه. او هذا الكرت نفسه، هذه المخارج، هذا كتالوج CD اللي فيه جهاز البرنامج، كتالوج آخر، هذه وصلة. نشوف اللي وصل الحين، كلها الوصلات. هذه وصلة ثانية، وهذه للريموت كنترول اللي جاي معه مستقبل IR، وهذا هو الريموت كنترول جاي مع البطارية. طبعا ما أتوقع أني راح أستخدم الريموت يعني، لأن ما عندنا هنا HDTV أو إنترنت TV، أو لأن شفت اللي يشرونه من دول ثانية يمدحونه مع الويندوز ميديا سنتر. هذه وصلة ثالثة، وهذه وصلة الـ RCA. طبعا وصلة الـ RCA مشكلة البلاي ستيشن 3 أن الـ HD سيجنال اللي هو شارة الـ HD تكون مشفرة encrypted،
ما في طريقه الا عن طريق الـ RCA اللي هو ينقل اشاره الـ HD بالثلاث الوان هذه. طبعا الوصله شكلها طويله ما شاء الله وجودتها عاليه بصراحه. طبعا راح اضع شرح تفصيلي للوصلات هذه كلها وتجربه لها ويعني وصف لكل وصله وفائدتها، وراح ايضا اضع مقاطع في قناتي في اليوتيوب باذن الله. هذه بشكل مختصر 9 منتجات، ومثل ما ذكرت يعني اذا اراد اي شخص يعني شرح تفصيلي او شرح للمواصفات التقنيه، تجربتي لقطع المنتجات هذه 9 كلها، صور اضافيه، الفروقات بينها وبين المنتجات الثانيه، كلها موجوده باذن الله في قناتي في اليوتيوب اللي هي تك ريفيوز شانل www.youtube.com/user/tech-reviews-channel. طبعا اشكركم على المشاهدة، اي استفسار انا حاضر، واعذروني على القصور، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.